ومشاهدينا، قانون العمل والعمال في الأردن يعني حظى بتطورات وتعديلات واسعة جدا، لن أدخل فيها في مجال قانوني لأنه أكيد يعني كشريحة كبيرة من مجتمعنا بهمنا ما لهم وما عليهم، ويمكن النسبة الأكبر بتحب تعرف شو حقوقها، لكن إحنا مشكلتنا أنه عدم تثقيف أنفسنا في بعض، ويمكن أنا واحدة جزء منكم حتى ما أكون بعيدة، في أنه ما نعرف شو حقوقنا كعمال، وأنه في مطالبات إحنا ممكن نحصل عليها ضمن القانون وضمن التشريعات. على كل رح نجاوب على واحدة واحدة من بعض من الحقوق اللي يعني بياخدها العامل الأردني في أي مؤسسة أو الموظف بشكل عام. فاسمحوا لي أرحب بالأستاذ المحامي محمد العوامل. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد، والله يعطيك العافية. الله يعافيك. زي ما حكيت في البداية ما بدي أدخل في التطورات اللي حدثت والتعديلات اللي صارت على قانون العمل والعمال، لكن بدي أبدأ مع حضرتك نقطة نقطة حتى نوصلها للناس برسائل هيك توعوية بسيطة بدي الكل يفهمها. احنا مشكلتنا زي ما انا حكيت في البدايه انه ما بنعرف شو حقوقنا، يعني واحد بيوقع على عقد احيانا عمل ما بيعرف شو الحقوق اللي عنده، ما بينتبه لعقد العمل. هلا ما يميز عقد العمل عن باقي العقود الاخرى؟ اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، يسعدني اتشرف بلقائك، يسعد صباحك يا رب، صباح الاخوه المشاهدين. العقد العمل لما اوجده المشرع قانون العمل الاردني اوجده لحمايه العامل وليس لرب العمل، كونه هو الطرف الأضعف في هذا العقد. كونه تعرف الإنسان طبيعة بحاجة للمردود المادي الأجر، فهو يعني وجد المشرع القانون لحماية هذا العامل الطرف الضعيف. بالنسبة لقانون العمل اللي بميزه عن باقي القوانين هو عنصر التبعية للعامل لرب العمل، مثل انه هو باخذ اوامره وتوجيهاته في تنفيذ هذا العمل من رب العمل. هذا اللي بميز عقد العمل، في له تبعيه مرجعيه. عن باقي العقود، اذا نضرب مثال يعني عقد المقاوله، اللي بميزه انه المقاول بيجي بيسوي لك الشغله بالبيت او هذا بدون ما ياخذ اوامره منك، بدون ما يكون تحت اشرافك، عرفتي؟ فالعمل هو تحت الاشراف تبعيه رب العمل. هذا العنصر، عنصر التبعية هو اللي بميز عقد العمل. لكن انتبه له المشرع الأردني في سبيل أنه يحمي حقوق العامل، لأنه التبعية مشكلة والمرجعية مشكلة. صحيح. لأنه أحيانا قد تستغل هذه الحاجة وهذا الضعف، فأحيانا قد يجور عليه، لكن القانون انتبه. أنا بدي أدخل أستاذ محمد على بعض من البنود اللي انتبه لها المشرع الأردني وكانت لصالح العامل، العامل نفسه. على سبيل المثال بدل مكافأة نهاية الخدمة، من يستحقها هاي؟ كيف المشرع انتبه لحقوق العامل فيها؟ هلا إجمالا عقود العمل عرفها المشرع ما اشترط فيها شرط الشكلية اللي هو يكون مكتوب، ممكن يكون شفاهة. عقد العمل يبرم شفاهة. عقد العمل يقسم لنوعين، عقد عمل محدد المدة وعقد عمل غير محدد المدة. عقد العمل المحدد المدة بنتهي بانتهاء المدة المعينة. صحيح. إلا إذا قام رب العمل بفصل العامل قبل انتهاء مدة العقد بالعقد المحدد المدة، بدل الفصل التأسفي بيستحق العامل باقي رواتب السنة العقدية. فرضنا مدة العقد سنة، فصلوا على الست شهور، فصلوا على الست شهور، بياخذ باقي رواتب الست شهور كاملة. بعقد العمل غير محدد المدة بيستحق العامل أجر نصف شهر من آخر راتب تقاضى، كويس، ضرب عدد سنوات الخدمة على أن لا يقل عن أجر شهرين. يعني لو اشتغل 3 سنين كان راتبه آخر راتب 300 دينار، بكون نصف الأجر 150، نضربهم في 3 بيطلعوا 450 دينار. فهذا هو بدل فصل التأسف اللي بيستحقه العامل. طبعا ما بيقدر رب العمل إمتى بيستحقه، هذا في حال فصل العامل دون توجيه إشعار أو بدون وجود سبب مبرر لفصله من العمل. يعني أوجب القانون في مواد ما بصير لرب العمل يفصل العامل أثناءها نهائيا، مثل المرأة العامل أثناء إجازة الأمومة. يعني ما بقدر يوجه له فيها، أو أثناء العامل استفادته للإجازة السنوية أو المرضية ما بقدر يوجه له كتاب الفصل فيها، أو
شيء طيب. من هذا خليني أدخل ما هي الإجازات اللي انتبه لها المشرع الأردني إجازات الموظف إجازات أنا بدي أحكي باللهجة غير القانوني اللهجة البسيطة علشان المواطن البسيط يفهمني هلا ما هي الإجازات التي يستحق أو واجب على صاحب العمل وكيف لها له المشرع الأردني إنه هاي حقوقه إجازاته بده يأخذها هلا الإجازات في الإجازات السنوية أوكي. اللي هي أي متعارف عليها اللي منعرف اللي هي 14 يوم بياخذها العامل كاملة الأجر مستوفى كاملة الأجر هلا ممكن اتفاقا يحدد هو ورب العمل في بداية السنة مثلا ممكن ياخذ الفترة هاي ممكن العامل إذا عمل سنة وما أخذ فيها إجازات بدورها للسنة اللي بعديها هلا في الإجازة الثانية اللي هي الإجازة المرضية برضو بتكون مدتها 14 يوم حسب التقارير الطبية حسب التقارير الطبية من مرجع طبي معتمد نعم كاملة الأجر ويمكن تمديدها كمان 14 يوم نعم في حال إذا كان نزيل إحدى المستشفيات نعم هلا في إجازة الأمومة نعم اللي هي للمرأة العاملة إجازة الأمومة مدتها 10 أسابيع نعم كويس للمرأة العاملة أنه تقسمها قبل الوضع الأم أو بعدها على أن لا تقل الفترة عن 6 أسابيع بعد الوضع نعم طيب في إجازات في إجازات هلأ الإجازة السنوية للعامل بعد ما يمضي 5 سنوات لدى رب العمل متواصلة نفس ذات رب العمل تصبح 21 يوم نعم هلأ في إجازة اسمها إجازة الثقافة العمالية أنا مبارح انتبهت لها يعني من خلال التحضير للحلقة شو هي هاي الثقافة العمالية؟ هاي إجازة الثقافة العمالية 14 يوم بياخدها العامل مدفوعة الأجر نعم. بعد أن يمضي 5 سنوات لدى رب العمل للثقافة العمالية فرضنا أنا بدي أخضع لمعهد التدريب لتطوير ذاتي أنا اللي أخدها ممكن يأخدها 4 شهور بدون راتب هلأ في إجازة الحج هاي تنطبق للعامل بأخدها مرة طول فترة خدمته شريطة أنه يكون له 5 سنوات لدى رب العمل لدى رب العمل مدتها 14 يوم برضو مدفوعة الأجر ومدفوعة الأجر إذن بعد مرور 5 سنوات يحق للموظف أنه يأخذ إجازة الحج مدفوعة الأجر مدفوعة الأجر مدتها 14 يوم ممتاز طيب أدخل على شيء ثاني مثلا ذوي الاحتياجات الخاصة لازم نخصص لهم يعني طبعا. من أسئلتنا بأنه هدول فئة أحيانا قد تهمش بيجي صاحب الشركة بيحكي لك أو المؤسسة أنا لا يعني ليش أجيبه يعني معيق للعمل وهو أحيانا قد يبدع ويعطي أكثر من الشخص اللي ما عنده أي مشكلة كيف انتبه المشرع لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في قانون العمل والعمال بداية حكيت لك لما وجد قانون العمل وجد لحماية العامل نعم. والعامل طبعا ذوي الاحتياجات الخاصة هم أشخاص بحاجة للعمل مبدعين في مجالات كثيرة منهم هلأ القانون أفرد لهم بالمادة 13 من قانون العمل أفاد أنه يتوجب على كل رب عمل نعم. يعمل لديه 50 عامل فأكثر أن يحدد نسبة وفق نظام شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة نسبة لا تقل عن 2% من العاملين وشرط أنه يشغله بمجال قدرته دون إرهاقه وما تتناسب مع احتياجاته الخاصة أو بين قوسين إعاقته ما تكون يعني مرهقة له رائع طيب ندخل على موضوع يعني الفئات التي لا ينطبق عليها قانون العمل هلا في أشخاص مش خاضعين لقانون العمل طبعا. مين هم هدول الأشخاص اللي خارج قانون العمل ما لهم هم خارج قانون العمل بس في مقابل لهم قانون أو نظام براعي مصالحهم طيب نأخذهم بعدين موظفين الدولة وموظفي البلديات كونك تعرفي موظف الدولة بتبع لقانون الخدمة المدنية نعم. 2 عمال خدم المنازل وطهاتها وبساتينها ومن هم في حكمهم نعم. بالمقابل أفرد لهم المشرع نظام خدم المنازل نعم. تضمن لهم فترات الاستراحة والإجازات والأجر الفئة الثالثة اللي هي عمال الزراعة برضو أوجد لهم المشرع نظام خاص يبلور لهم علاقتهم الفئة الرابعة اللي هي أقارب ذوي رب العمل أو صاحب العمل الذين يعملون لديه بدون أجر
فهم هذول أربع فئات مستثنية من قانون العمل الأردني. طيب هذول كيف يعاملوا؟ انتبه لهم المشرع؟ طبعا أفرض لهم قانون لكل فئة. أفرض لها قانون مثل موظفي الدولة، قانون الخدمة المدنية، مثل عمال الزراعة وخدم المنازل وطهاتهم من هم في الله. خدم المنازل هذول لهم لهم حقوق أكثر من صاحب أهل، لهم حقوق ولهم حد أدنى من الأجور ولهم ساعات استراحة كفلها النظام وبدل إجازات وهذا لأنه أساس ما في عمل إضافي ما بتقدر تحدديه، لأنه أصلا المشرع فرض أنه ساعات العمل اليومية ما تزيد عن 8 ساعات. حتى لعمال المنازل؟ عمال المنازل وضعهم غير، عشان هيك أفرض لهم قانون مستثنى من قانون العمل وبدل الفصل التعسف. أتوقف أستاذ محمد عند هاي النقطة. أحيانا إحنا زي ما حكينا ساعات العمل هي 8 ساعات، أحيانا العمل يعني أو صاحب العمل بيجبر الموظف بطريقة أو ما أنه لا بدك تكمل الساعة الفلانية لأنه في شغل متراكم. هلأ كيف هنا أحيانا قد يجبر الموظف وبصير العمل مرهق عليه؟ صحيح. ومتعب. الآن كيف انتبه له؟ هل له حقوق في هاي النقطة يطالب فيها؟ عمل إضافي؟ نعم، له بدل عمل إضافي بأجر 125% من أجره المعتاد بالساعة. يعني هلأ أنا اللي حدد القانون أو المشرع للعامل 8 ساعات عمل، نعم، لا تشمل فترة الراحة. أوكي، هذول 8 ساعات مستمرين متقطعين، لازم في بيناتهم فترة راحة ياخدها إذا بده رب العمل طبعا. بالنسبة للعمل ما بعد الثمان ساعات، هلا بتقاضى العامل، يجب عليه رب العمل إنه يقاضي العامل أجر 125% من أجر الساعة. يعني خلينا نحكي ساعة وربع بياخد الأجرة، يعني إذا ساعته 10 دنانير فبياخد 12 دينار ونص على الساعة. بالنسبة في مرات عمل إضافي لا يتقاضى عليه العامل، ما بكون تحت يعني تحت إرادته المنفردة، إجبارا عليه، اللي هي فرضنا إعداد الميزانيات السنوية، وجود قوة قاهرة. وهي مشكلة بيعانوا منها الموظفين نهاية السنة. هي حدد لها كمان مدة ما تزيد، إنه فترة معينة يعني ما تزيد عليها العمل هذا. أو يكون فرضنا ربي العمل عنده بطاعة بخاف إنه تكسد، فوقت العمل ما بيكفي فبلجأ إنه للعمل الإضافي. بس بجميع الأحوال بنحكي إنه لازم يتقاضى العامل بدل عمل إضافي. بدل عمل إضافي وبحق له إنه يطالب فيه. طبعا. هو إحنا من خلال فقرتنا يعني بندعو المواطنين والأشخاص اللي بوقعوا عقود عمل إنه انتبه قبل توقيع قانون أو عقد العمل هذا، والعقود أنواع ويعني وانتبه لبنوده وكون عارف شو حقوقك زي ما انت عم بتأدي، لأنه المشرع الأردني أعطاك حقوق لكن إحنا بحاجة لتثقيف أكثر أنفسنا حتى نعرف شو هي حقوقنا. المشرع الأردني أبدأ بجانب العامل، ممكن يتفاجأوا الأخوة المشاهدين، المرأة العامل أوجب القانون على رب العمل الأم المرضعة أنه يعطيها ساعة لإرضاع الطفل. فهي من حقوقها. هي من حقوقها. هو احنا زي ما حكيت انه احنا اللي نثقف انفسنا. صحيح. في قانون العمل مش غلط لو جبنا هو كتيب صغير حتى. بس نعرف ما لنا وما علينا يعني في هذا. صحيح. الموضوع. انا بدي اشكرك الاستاذ المحامي محمد العوامل، كل الشكر لتواجدك معنا. اهلا وسهلا فيك. يا هلا. مشاهدينا استمرينا معكم على الهواء مباشرة تقريبا لمدة 2.5 ساعة، بنتأمل أنه قدمنا ما هو مفيد وممتع. لكن قبل أن أترككم في هذا الصباح الباكر دائما أذكر بأن الحياة ليست دائما مشرقة، مشاكل الحياة لحظات نتوقف عندها بشرط واحد أن نتخطاها لنواصل المشوار. فلتكن مشاكلنا اليوم هي خط الدفاع الأول فيما نقابله من تحديات. بنشكر كل الفريق البرنامج، الله يعطيكم العافية، الشباب خلف الكاميرات، المخرج علي الجبور، كل الشكر لك علي، يعني مر الوقت معك بسرعة. وأجمل تحية لكم مني لانا العطيات، دمتم ودام الوطن إن شاء الله بألف خير. إلى اللقاء.